المسألة ليست هكذا انه باكر لشهر العاشر، من يقول لك الموضوع المنطقة والوضع راح تبقى هيك؟ لا، راح تكون هناك تغييرات، خذها مني، مو هيك بكيفهم يجون ويقولون والله احنا راح ناخذ الانتخابات وخلص. هذه ما ممكنة، على ما أي ممكنة مستوى التغييرات؟ ابدا. يعني اولا العراق لا ننسى، يعني حقيقة الولايات المتحدة الأمريكية تعرف جيدا، وخاصة حكومة بايدن، ما أتصور يعني راح تخلي العراق يوصل إلى ده مثل ما حصل في، يعني شفت أنت الانقلاب اللي حصل فيه قبل يومين ثلاثة. هذه مش مشاكل تصير للحكومة الأمريكية، فالعراق أمريكا تعتبرها حليف ولديها اتفاقية استراتيجية. وهنا المشكلة، العراق الآن تمر في أزمة حقيقية، يعني أزمة حقيقية وجادة، يمكن يكون انهيار اقتصادي تام بعد شهر شهرين إذا بقينا على هذا الموضوع. يعني أكو أخبار يقول لك أنه يمكن الدولار يوصل 200 ألف، يعني راح تكون انهيار اقتصادي. فهذه هنا الولايات المتحدة الأمريكية تعرف هذه الأمور جيدا اللي يحصل في المنطقة. هنا السؤال، هل بايدن راح يحاول أنه يمسك العراق إلى تاريخ الانتخابات وأن لا تنهار حتى تكون انتخابات، وإما إذا كان استمر العراق على هذا النهج والحكومة لم تستطيع الدفاع عن البعثات الدبلوماسية والميليشيات لم تقف بضرب الصواريخ، أنا أعتقد بأن الولايات المتحدة ستترك ولا تدعم العراق، يعني تخليها هي تنهار من نفسها.